السيد الأستاذ سعد ربيع عطية عبد العزيز. أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والصدق وأن أحترم القوانين. السيد الأستاذ حسين علي محسب حسب. أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والصدق وأن أحترم القوانين. السيد الأستاذ محمد أحمد أحمد نوح العطار. أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والصدق وأن أحترم القوانين. السيد الأستاذ أحمد نجاح عطية محمد. أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والصدق وأن أحترم القوانين. السيد الأستاذ أحمد السيد أحمد محمد علب الجندي. السيد الأستاذ محمد عبد المنعم عبد الحفيظ عبد الواحد. أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والصدق وأن أحترم القوانين. السيد الأستاذ محمود علاء إبراهيم محمود إبراهيم نوح. أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والصدق وأن أحترم القوانين. السيد الأستاذ عمر عبد السلام محمد عبد السلام محمد. أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والصدق وأن أحترم القوانين. السيد المستشار محمود راضي عبد الباسط قبيسي. أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والصدق وأن أحترم القوانين. السيد المستشار باسم سمير محمد عيسوي. أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والصدق وأن أحترم القوانين. شكرا.